يومية رمضان مع مول النكتة على قناة أنفاس بريس. ضيف أو ضيفة هذا اليوم هي فنانة شوكولاتة. مرحبا بك على أنفاس بريس. ربي يخليك سعنا، الله يكبر بيكم فهاد الاستضافة. سمحي لنا جينا عندك في رمضان، هجمنا عليك. لا مرحبا بكم عندي والله. قول لي هاد شوكولاتة واش الاسم ديالك ولا الكنية ديالك ولا اسم فني؟ هو بيني وبينك هو اسم، هو لقب عائلي، العائلة كيلقبوني بشوكولاتة، سيرتو الوالد الله يرحمه مسكين وسع عليه بالرحمة في هذا النهار هذا. والاسم الحقيقي أماد نعيمة، ولأن أنا في إطار ملي خديت البطاقة ديال الفنان اعتمدتها كاسم شهرة، اسم فني شوكولاتة. شوكولاتة وكنفتخر بها. بكل تواضع. بكل تواضع. كي كيجيك رمضان الأجواء ديالو؟ صراحة رمضان أجواء ديالو روحانية زعما، وبنادم تيكون متقلة ومرتاح في دارو، وسيرتو إلا كانت الخدمة عاوتاني طقوس روحانية، بنادم كيرتاح وكيقدم الخير. كي دوزتي نهارك بعدا؟ حنا راه بعدا مور الفطور كتباني ليا بعدا راه مرجع ودارو هرب مور الفطور، بنادم تيقاد حالته بعدا راك تعرف. قبل من الفطور تيكون بنادم عاوتاني مع الشطاين ديال الكوزينة كيكون الشوكولاط. دابا الشوكولاطة لاش كنكونو دايبين. وشنو هي الحاجه اللي ما كتستغناش عليها لاله الشوكولاته في مائده الافطار؟ انا كتعجبني التمر والشباكيه صراحه. التمر والشباكيه ضروري كيعجبني في الطاب. والكفيفه ديال رمضان كيديرها مع غلاء اسعار. ايوا في الحقيقه هاد العماده تهزمنا كلشي زايد زعما صراحه، ما بقاتش كتقد هذيك 200 درهم بحال 20 درهم بالنسبه لي انا. والطقوس ديالك مور الافطار شنو هما الطقوس؟ خلي اليوم انك اليوم جينا واستضفناك. ولا اغلبيه بنادم كنسالي نجمع روينتي وداك الشيء، وضروري من الصلاه ضروري، حيت هذا شهر الغفران زعما كنفرض هذيك تنطلب الله سبحانه وتعالى يسمح لنا ويغفر لنا ضروري. هذا ما كان غنشوفوك شي سلسله رمضانيه ولا سيتكم؟ سيتكم لا، ولكن مسلسلات وافلام كاينين، شي حاجه مشاركه خفيفه، شي بركه. مشاركه خفيفه بحال كاينه ظروف مع المخرج ادريس الروخ، وكاينه المختفي مع المخرجه زكيه الطاهري. لقيته ولا باقي مختفي؟ كاينه ظروف. كاينه ظروف مع مختفي وزيد على عائشه حتى هي مع بطله الفيلم فاطمه الزهراء والناصر والمخرج يوسف داني. كي كيجيوك دابا هاد السيتكومات وهاد السلسلات الرمضانية؟ يعني كتلقاي في رمضان انه مثلا كل قناة دايرة يعني اربعة السلسلات جوج السيتكومات، اش بان لك؟ واش غادي نقول لك؟ الجمهور اللي كيحكم، انا بحكم كنخدم معاهم ما نقدرش انا. كتفرجي في راسك؟ ماشي ديما، ماشي ديما، مرة. على تصادفتي مع بعض الخطرات وليني كان شي مسلسلات واخا ما نكونش فيه كنتبعهم. ضروري. ضروري، إذا كان شي مسلسل زعما زوين وهذا كنتبعو ضروري، واخا ما نكونش خدامة فيه. لالا الشوكولاتة كترمدن. بعد الخطرات. الحمد لله جيتينا مور الفطور دابا. ماشي ديما، بعض الخطرات، ضروري بعض الخطرات، كتقلقني شي حاجة. كيطلع لك الدم. بعض الخطرات، وأي واحد، أي واحد، أنا بشر. لالا الشوكولاتة، علاش كنشوفوك في التلفازة بزاف وفي السينما وفي المسرح؟ ما حاضرهاش. المسرح غول ابو الفنون. الفنون ابو الهموم. وليني اش نقول لك، حتى وعدوا اش نقول دايرين الدوائر ديالهم، التجمعات ديالهم راه كتعرف كل فرقه عندها الناس ديالها، كيبقاو يخدموا معاهم دائما، ما عمرهم حاولوا يدخلوا معاهم ناس جداد. مع دابا السينما فيها باك صاحبي، التلفازه باك صاحبي، المسرح باك صاحبي، ورا الحياه كلها ولات فيها باك صاحبي. كل تواضيع. كل تواضيع. كلمة الأخيرة للجمهور ديالك اش تقول لهم؟ غادي نقول لهم رمضان مبارك سعيد، دخل لكم بالصحة والعافية، وما نكونوش ثقال عليكم. هذا ما كان.